فإن مسيرتكم المكتفى في هذه المسيرة النضالية هو تعبير على الإرادة الجماعية لكافة مكونات الشغيلة بالتصدي لسياسة الحكومية الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات وخاصة التقاعد. ورسالة إلى كل الذين يريدون إعادتنا إلى ما قبل دستور 2011 وإلى زمن القمع وخرق الحريات والسطو على كل النضالات التي خاضتها الطبقة العاملة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هذه المسيرة التي نظمتموها على غرار المسيرات التي نظمت أيام 19 و 23 يناير 2016 في كافة الأقاليم المملكة تنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد يوم السبت 9 يناير 2016 ردا على السياسة الحكومية التي تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية من خلال ضرب القدرة الشرائية بالزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وتجميد الأجور وضرب المكتسبات الاجتماعية وإغلاق الحوار الاجتماعي والتنكر للاتفاقات السابقة اتفاق 29 أبريل 2011 واتفاقات قضائية. القيادة الوطنية هو للتصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين باستهداف الصندوق الوطني للتقاعد والرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة وتخفيض النسبة المئوية لاحتساب التقاعد إلى 2% واحتساب الاحتجاب المعاش على قابلة المعدل على قاعدة معدل الأجر لثماني سنوات دون إشراك مؤسسة الحوار الاجتماعي وبتغييب العمل النقابي والمركزيات النقابية. مسيرتنا اليوم هو استنكار والشجب عودة القمع في مواجهة حركات احتجاجية سلمية وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون يوم الخميس الأسود 7 يناير 2011 مما إثر تدخل عنيف لرجال الأمن خلف إصابات بالغة في صفوفهم وكذلك من أجل التضامن معهم وفي مطالبهم المشروعة. مسيرتنا اليوم من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظاميته وتعزيز كل التراكمات التي تحققت في إطارها باعتباره شكل من الأشكال الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011 وتفعيل الحوار القطاعي مما يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية بالوحدة والتضامن. اللي بغيناه يكون بالوحدة والتضامن. اللي بغيناه يكون بالوحدة والتضامن. اللي بغيناه يكون. إن مسيرتنا اليوم ومن أجل تحسين الدخل وتخفيض الضريبة على الدخل ووقف مسلسلات الزيادات المتتالية في الأسعار واحترام الحريات النقابية لوقف كل الاقتطاعات الظالمة من أجور المضربين وإخراج قانون النقابات التي تستعمل الحكومة من أجل الضغط على القيادات النقابية للحصول على التنازلات. كذلك مسيرتنا اليوم هو إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي وفق ما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أيها الأخوات والأخوة،
ان مسؤوليه الحكومه تابسه في خرق سياسينا رويات التوتر وارتهان كرامه المغاربه وفرض الامر الواقع عبر تمرير المشاريع الاصلاح المزعوم لانظمه التفاعل بشكل متعسف بمضمون سيكون له الاثر البالغ على الدخل الشهري لعموم الموظفين والمتقاعدين. والمرحله اليوم تقتضي منا رصد الصفوف من اجل التصدي لهذه الهجمه السلسه على حقوق ومكتسبات التغيير التغريبيه المغربيه كافه. ايها الاخوات والاخوه، ان الفيدراليه الديمقراطيه للشغل تحييكم تحيه نضاليه على ثباتكم ومواقفكم الشجاعه، وكذلك وتعلن في نفس الوقت انخراطها في كافه مظاهر الحراك الشعبي لمجابهه الريع والمنتفعين به، وتدعو كل المرادلات والمرادلين الانخراط الفعال بشكل مكثف في انجاح محطه 11 فبراير 2016 الاضراب العام الوطني في الوظيفه العموميه والجماعات المحليه وتحيه نضاليه.